مشاهدينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. موضوع حلقة النهاردة هو الجزء الثالث من لماذا أنا مسيحي، واللي بنخصصه عشان نتكلم فيه على شخص يسوع المسيح. قلنا إنه المنظور المسيحي بيتكون من 4 حقائق أساسيين جداً. الكتاب المقدس كله بيقدم لنا 4 حقائق مهمة جدا. بيقدم لنا الحقيقة الأولى عن الله الخالق، الله، مين هو الله؟ وفي نفس الوقت بيكلمني عن الخليقة، الله الخالق الموجود قبل الخليقة، الله الذي موجود بذاته، الله الذي له كل صفات العظمة، الإله المنفصل عن الخليقة لكنه خالق كل الأشياء بكلمة قدرته. والنقطة الثانية في هذا المنظور اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، وهي الإنسان. والمسيحية قدمت فكر صحيح عن شخص الله، وقدمت أيضا فكر صحيح عن الإنسان وقيمة الإنسان ومكانة الإنسان. والإنسان هو الكائن الوحيد الذي خلقه الله على شبهه وعلى صورته. اتكلمنا عن هذا الجزء بالتفصيل الحلقة الماضية، لكن الإنسان عنده مشكلة ونتكلم عنها النهاردة. مشكلة الإنسان إنه مش زي ما خلقه ربنا، في حاجة حصلت في الإنسان حولته، في حاجة حصلت غيرت من توجهاته، في حاجة حصلت شوهت هذه الخليقة. فما هي المشكلة مع الإنسان؟ وكيف تعامل الله مع هذه المشكلة؟ وهنا بنتكلم عن شخص يسوع المسيح له كل المجد. والجزء الرابع هنتكلم عنه عن الصليب وعن رد كل الأشياء في عمل يسوع المسيح الفدائي. في حاجتين مهمين جدا مرتبطين ببعض، الحاجة الأولانية هي من هو يسوع، والحاجة الثانية ماذا عمل يسوع. ودول حقيقتين مهمين جدا. فهمنا لمين هو يسوع بيدينا فهم صحيح عن لماذا جاء يسوع، ولما نفهم لماذا جاء يسوع أيضا بينور قدام عينينا عن شخص يسوع وعن طبيعة المسيح. مشكلة الإنسان، هل الإنسان عنده مشكلة؟ بكل تأكيد كلنا عارفين ونقدر نقول نعم، بكل تأكيد الإنسان عنده مشكلة. من أول أصحاح 4 من سفر التكوين بنجد أول حادثة قتل تتم بين إنسان وأخيه الإنسان. الإنسان تحول من حالة البراءة إلى أنه أصبح عنده نوع من العداء والفساد والانحراف الروحي والموت الروحي والانفصال عن الله. مشكلة الإنسان، ماذا حدث للإنسان المخلوق على صورة الله؟ شفنا أنه الإنسان إزاي ربنا خلقه على صورته، إزاي ربنا خلقه ككائن عاقل مفكر يمثل الله على الأرض وينوب عنه، أعطاه سلطانا لكي يكون رأس الخليقة كلها. إنسان أيضا اجتماعي، إنسان ربنا أعطاله الإرادة، خلقه بإرادة حرة يقدر يختار بيها. لكن هذا الإنسان اللي النهاردة بنشوفه فيه عنده مشكلة. إيه هي مشكلة الإنسان؟ ولماذا يخطئ؟ لماذا نخطئ؟ لماذا دائما ما نبتعد عن الله؟ لماذا نفعل الخطية؟ وزي ما قال أغسطينوس، نحن بفعلنا للخطية لا نصير خطاه، لكن لأننا خطاه نحن نفعل الخطية. هناك مشكلة كبيرة في الإنسان، وكلنا نقدر نعيشها ونشوفها في أنفسنا وفي الآخرين. لماذا الحروب؟ ولماذا القتل؟ ولماذا الظلم؟ ولماذا الفساد؟ ولماذا الانحراف؟ ولماذا التدين الكاذب؟ ولماذا الرياء؟ ولماذا الكذب؟ ولماذا الفسق؟ ولماذا الدعارة؟ ولماذا كل الخطايا اللي بيعيشها الإنسان؟ إن قلنا أننا لا نخطئ نجعله كاذبا وليس الحق فينا، نضل أنفسنا. فإحنا كلنا خطأ بشهادة الكتاب المقدس، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
بشهادة الكتاب المقدس كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. إيه المشكلة مع الإنسان؟ في حاجة غلط، كلنا عارفين إنه في حاجة غلط. مش ده، لأن ربنا لما خلق الخليقة ويقول الكتاب ورأى الله وإذ ما صنع وإذ هو حسن جدا، ربنا رأى في الإنسان وفي الخليقة الكمال، حسن جدا. إيه الغلط في الإنسان؟ What is wrong with us؟ لماذا أصبحنا أشرار بالقول وبالفعل؟ في عالم بنعيش فيه بيسود القسوة والظلم والفساد في كل حياة الإنسان، ومفيش حاجة للأسف مسكها الإنسان ويعني نجحها. هناك أمور كثيرة في حياة الإنسان. طيب نيجي لنقطة أخرى، كيف تحول الإنسان من حالة البراءة اللي كانت فيه إلى حالة المرائية والفساد؟ إيه اللي حصل؟ ما هو أكيد في حاجة حصلت. ما هو مش ممكن يكون ربنا خلقنا كده وكلنا نتفق على كده، مش ممكن يكون الله خلق الخليقة بتاعته بالشكل ده. ليه؟ لأن الله صالح، ولأن الله قدوس، ولأن الله كامل، ولأن الله حكيم، ولأن الله طاهر، عيناه يعني لا تنظران إلى الشر. فلما بيصنع حاجة بيصنع كل شيء حسن جدا. إيه اللي حصل مع الإنسان؟ الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي بيكلمني عن إيه الغلط في الإنسان. الكتاب الوحيد، لا البوذية بتكلمني عن إيه الغلط في الإنسان، البوذية ما بتكلمنيش حتى عن خطية الإنسان، بتكلمني عن ألم الإنسان وبتقول لي الإنسان بيصارع مع الألم، وسبب صراع الإنسان وسبب آلام الإنسان هو شهواته وأطماعه ورغباته. فعلشان الإنسان ينتصر على الألم اللي عنده وخبرة الألم، يبقى الإنسان لابد أن ينتصر على الشهوات اللي عنده. كويس، ده اللي بتقوله للبوذية. كويس، وإنه ممكن بعد كده من خلال ممارسات معينة وتأملات وإلى آخره يصل الإنسان إلى حالة النيرفانا، حالة الاستقرار والرست الكاملة. كويس، ولما الإنسان يتجرد من كل رغباته، ده اللي بتعلمه من البوذية. الإسلام ما كلمنيش عن إيه مشكلة الإنسان، ما قاليش، قال لي إن الإنسان بيخطئ، لكن ما قاليش ليه بيخطئ، ايه اللي حصل فيه، وازاي كائن ربنا خلقه بكمال وببر وبطهارة وبقداسة هذا الانسان يتحول الى كائن كلنا عارفين مدى الفساد اللي فيه. الايمان المسيحي هو وحده اللي بيقدم لي المشكلة مع الانسان، ان الانسان تعدى وأخطأ، أن الإنسان اختار رغباته عن طاعته لله، أن الإنسان انفصل روحيا عن الله، صار ميتا بالذنوب والخطايا، ومن هنا تفشى الفساد في الإنسان وانتشر في الحياة البشرية كلها. فصار كل إنسان مولود من آدم يحمل بصمة آدم. آدم لا ينجب إلا أولادا على شبهه، وكلنا خدنا هذه البصمة والوصمة الخطية. طب إيه البعض النهاردة بيحاول يحل مشكلة الإنسان بأكتر من طريقة؟ لك لا لا لا، مشكلة الإنسان مش الخطية، ما تكلمنيش عن الخطية، مشكلة الإنسان هي الجهل. فاحنا لو جبنا الانسان وهذبناه وعلمناه ودخلناه جامعات وثقفناه، الانسان يتحول الى كائن رائع جميل مبدع. على فكرة ده كتير من الناس كده،
ودي كانت الكذبة الكبيرة اللي أثبت فشلها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. إن الإنسان حتى عندما تقدم وتعلم وتثقف وأبدع في الحروب والقتل والدمار اللي اجتاح العالم في حربين كبار، حربين دمروا أغلبية بلاد العالم. والنهاردة حتى لما بنيجي إلى جماعات الإسلامية بنجد إنه معظم المتطرفين الإسلاميين الذين ينادون بالقتل والذبح وهلاك غير المسلم مثقفين ومتعلمين، اللي خارج من كلية الطب واللي خارج من كلية الهندسة واللي عنده شهادة جامعية كبيرة، من أيمن الزواهري إلى غيرهم وغيرهم وغيرهم. وقادة الجماعات الإسلامية اللي قتلت واللي نسفت واللي دمرت أشخاص وبيوت كانوا كلهم طلبة جامعات، من جامعة أسيوط لجامعة اسكندرية، جامعة المنيا إلى آخره. فحكاية إنه مشكلة الإنسان الجهل، لا لا لا، مش هي مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان أكبر من كده، مشكلة الإنسان أعمق من كده، كويس؟ طب هل مشكلة الإنسان الفقر؟ لأنه الإنسان فقير، فالفقر، وده كانوا دايما يقولك إنه واحدة من مصادر الإرهاب ومصنع الإرهاب هو الفقر، ودي على فكرة ليست حقيقة. أسامة بن لادن ما كانش فقير، أيمن الزواهري مش فقير، قادة الجماعات الإسلامية كلهم مش فقراء، قادة الإخوان لم يكونوا فقراء. ليس الفقر هو المشكلة. ياما ناس فقيرة وعارفة الصح والغلط. إنما مشكلة الإنسان أعمق من كده، فليس الجهل هو مشكلة الإنسان، وليس أيضا الفقر هو مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان زي ما بيعرفها الكتاب هي الخطية، هي مشكلة أخلاقية نبعة من قلبه. مشكلة الإنسان الأساسية في قلبه، وعش كده الرب يسوع اتكلم كتير عن القلب، واتكلم عن طهارة القلب، واتكلم عن انه من القلب تخرج الأفكار الشريرة، زنا وفسق ودعارة وقتل، كل هذه تخرج من قلب الإنسان. مفيش فكرة شريرة نبع إلا ونبعت من قلب الإنسان، ما فيش ظلم وفساد تم إلا ونبع من قلب الإنسان. يبقى مشكلة الإنسان الأساسية هي القلب. والكتاب بيكلمني كتير جدا عن أنه إزاي القلب هو نجيس وهو أيضا خداع، وبيكلمني عن أنه مشكلة الإنسان الأساسية هي في قلبه. والقلب ليس معناه أن العضلة اللي بتنبض جوه الإنسان، القلب معناه الإنسان الداخلي، الكيان اللي هو يعني توجهات الإنسان، كيان الإنسان كله من جوه أصبح فساد، من هامة الرأس إلى أخمص القدم صار في مشكلة في الإنسان. وهنا أجي إلى سؤال أنا طرحته على صفحة عبر الكتاب بعنوان الحلقة بتاعة النهاردة، إنه إزاي إنه المسيح أو الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد الذي قدم لنا الفادي والمخلص الذي يتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسية، هو شخص يسوع المسيح، كويس؟ وحطيت عنوان الحلقة، وبعدين وجدت بعض التفاعلات الكتيرة، هقول لبعض لحضراتكم بعض منها من الإخوة المسلمين اللي دخلوا على الصفحة. أول واحد بيقول: لماذا افتداكم يسوع؟ وما هو الذنب الذي لا يرفع إلا بدم الرب يسوع؟ ومن أخبركم أنه جاء لهذا الفداء؟ يبقى هو بيقول إزاي ربنا يعني يرفع ذنب بموت شخص. الحاجة الثانية إنه
انه مين اخبركم ان المسيح جاء للفداء؟ يعني هو ما جاش للفداء، هو بينكر هنا في اكنه بيسال سؤال يعني انكاري انه المسيح ما جاش للفداء، انتوا بتدعوا حاجه مش حقيقيه. واحد تاني اسمه ابراهيم مستور قال اذا دينكم دين سفك الدماء، وبعدين كيف يكون الهكم عاجز عن مغفره الذنوب بغير القتل وسفك الدماء؟ ده واحد يعني بيقول انه ازاي ربنا يكون بس بيقبل وبيغفر الذنوب بس بسفك الدماء. كويس. واحد اخر ابراهيم قال ايه؟ قلت انه افتداكم بدمه البريء، وهل هناك رب يموت؟ ده برضو سؤال دايما بيطرح. وقال كمان هل من العدل ان يحاسب المسيح بذنب من سبق بالاف السنين؟ هل ربك عادل ومنصف؟ كيف لقاء لفاقد صفه ان يكون الها؟ يعني اذا كان الله فاقد العدل والانصاف فكيف لله ان يكون منصفا؟ كويس. كمان يونس قال وهل ربك ظالم حتى يعاقبنا من الاساس على خطيه فعلها سيدنا ادم؟ ده برضو سؤال دايما الاخوه المسلمين بيسالوه. واحد تاني بيقول ايه؟ بيقول هات من كتابك المقدس ما يقول ويثبت ان يسوع جاء ليفتديكم من الخطيه بدمه. يعني عايز اثباتات من الكتاب المقدس بتقول ان المسيح جاء يفتدينا بدمه. طبعا هو الشخص ده غالبا ما قراش الكتاب المقدس خالص ولا يعرف حتى حاجه عن الكتاب المقدس. واحد اخر اسمه حمادة طه قال لنا ايه؟ اليس هو من خلق الشيطان؟ فكيف لا يقدر على القضاء عليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما تصفون؟ وسيد علي قال لنا يعني الرب كان لازم يضحي بنفسه من اجل ان يمحو خطايا الانسان، اذا لا يستطيع ان يمحو خطايا الانسان من دون تضحية، ما اعظم الهكم. وكأنه يعني بيتريق علينا. طيب انا اكتفي بالتعليقات دي، وبشكركم جميعا على تعليقاتكم، ودايما يعني بنحب ان انتوا تتفاعلوا مع صفحتنا على عبد الكتاب. ارجع بقى عشان الجزء الاسئله دي او التفاعلات دي هي اللي بتورينا عجز الانسان على فهم مشكله الانسان. يعني احنا عاجزين عن فهم مشكلتنا، محتاجين الى طبيب من بره يوضح لنا ايه المشكله بتاعتنا. وزي ما بالظبط الانسان المريض محتاج الى الطبيب اللي يقول له بعد لما يكشف عليه يقول له مشكلتك الاساسيه هي كذا وكذا وكذا، يبقى عندك اعراض، يبقى عندك اعراض كتيره. كويس. وأوقات كتيره بحسب الجهل او بحسب عدم المعرفه او بحسب افكار غلط عندك كتيره، انت مش متخصص عشان تقدر تقول مشكلتي الاساسيه كذا. احنا كبشر بسبب خطايانا بنحاول دايما نبرر انفسنا، بنحاول دايما ان احنا يعني نجد وسيله بيها نطلع كويسين. لكن لما نروح الى الطبيب الاعظم الله الذي خلقنا، هو بوحده اللي عارف مرضنا ايه، وهو وحده الذي يستطيع ان يشفينا من هذا المرض. الكتاب بيقول لنا ان مشكلة الانسان الاساسية هي الخطية. الخطية ليه مشكلة الانسان الاساسية هي الخطية؟ كويس. لأن الخطية في أبسط معانيها بحسب الكتاب المقدس هي عدم إصابة الهدف. الإنسان خلق لأجل غاية ولأجل هدف، لأجل الشركة والعلاقة مع الله. وزي ما اتكلمنا فيما سبق قبل كده واتكلمنا عن لما خلق الله الإنسان، الإنسان خلق لكي يكون ابن لله. والإيمان المسيحي قدم هذه الحقيقة بكل وضوح، إنه غاية ربنا إنه مش يخلقنا كعبيد خائفين مرتعبين يعني نفعل ما يوصينا به بس تحت تهديد السلاح. لا، هو خلقنا لكي نحبه، لكي يكون لنا علاقة معه، لكي نكون له أبناء وهو أب. كويس. لكن سقطنا وابتعدنا،
فابتعدنا عن الهدف الذي من أجله وجدنا وخلقنا. الخطية هي عدم إصابة الهدف. إيه الهدف اللي ربنا خلقنا من أجله؟ الهدف الذي كان مطلوبا منا أن نصيبه فأخطأنا هو مجد الله. لمجدي خلقته وجبلته. الإنسان النهاردة لا يهتم أبدا بمجد الله ولا يهتم حتى بشخص الله. ياما في بلدنا النهاردة مش بس التدين الظاهر الكاذب المنتشر، في مظاهر تدين غير عادية تخفي تحتها كل أنواع الخطايا والفسق والرياء والغش والفساد. لكن كمان اتجاهات الحدية كثيرة جدا تبعد الله عن الصورة وتخرجه خارج الصورة نهائي. مش ده الإنسان اللي ربنا خلقه كويس؟ فأخطأنا الهدف. كان ينبغي لنا أن نعرف الله فنمجده. يا ربنا خلقنا عشان نعرفه، وكلمة نعرفه يعني كلنا علاقة صحيحة معاه. لكن لما عرفنا عنه ما عبدناهوش، عبدنا المخلوقات دون الخالق. وتاريخ الإنسان كله مليان بعبادات وثنية صنعها الإنسان وتصورها لنفسه، أو اتبع أنبياء كذبة كثيرين نادوا له بالحق لكنه كان كذبا. كمان كتاب بيقول لنا إنه الإنسان الكل زاغ وفاز وأفسد، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. وخطية الإنسان في كل حياته موجهة أولا وأخيرا ضد الله. شوفوا أحبائي، لو ما فهمناش الجزء ده يبقى كل الكلام اللي بيتقال ملهوش أي معنى. الخطية ليست مجرد حاجة بعملها ضد أخوي الإنسان. الخطية موجهة أولا إلى قداسة الله، إلى مين هو الله، إلى شخص الله ذاته. وكلما كان الشخص عظيم كلما كان الشر في كسر وثياه عظيم أيضا. عشان كده كتاب مقدس بيكلمنا بكل وضوح ويقول لنا أنه الخطية موجهة إلى شخص الله ضد مجد الله. وداود قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. كل خطية بتصنعها هي موجهة ضد مجد الله. أجي إلى جزء مهم، أتكلم عن الجزء ده مهم لأن ده اللي يساعدنا نفهم مين هو يسوع ولماذا جاء يسوع. كويس، ده الجزء ده مهم جدا، نقدر نفهم من أجله كيف أن الله افتقدنا، كيف أن الله في رحمته دبر خلاصنا وفدانا. كويس، الخطية هي فساد الإنسان، هي التعدي، بيسميها كتاب تعدي. الإنسان تعدى على وصايا الله، فكل خطية هي تعدي على وصايا الله سواء بالفعل أو بالفكر، هي تعدي. يوم ما تبغض أخوك أنت بتتعدى على وصية الله اللي قال أحبوا بعضكم بعضا. طبعا أنا مش بتكلم على الإسلام هنا، لأن الإسلام معلمهمش تحب بعضكم بعضا. الإسلام علمه أنه يبغض غير المسلم، أنه لا يحب غير المسلم، انه ينتقم، انه يجعل غير المسلم كافر. الاسلام معلمش هذه التعليم، انا بتكلم على التعليم الكتابية. هو طبعا مخطئ لانه لا يعلم ان الله محبة، وان الوصية الاولى والعظمى ان تحب الرب الهك وان تحب قريبك مثل نفسك. الخطية هي التعدي بكل صورها، بكل صورها. اذا اخذت ورقة مش بتاعتك انت تعديت على وصية إلهية بتقول لا تسرق. إذا نظرت نظرة شريرة انت بتتعدى على وصية إلهية بتقول لا تنظر وتشتهي.
انت اذا فكرت في الانتقام، انت تعديت على وصية الهية بتقول لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. كل وصية، كل خطية هي موجهة ضد الله، وهي كسر وتعدي لوصايا الله. الخطية ايضا هي عدم ايمان، انك لا تضع ايمانك في شخص الرب، في الاله الحقيقي، مش اي اله، لانه يوجد آلهة او الناس جعلوهم آلهة وهم ليسوا بالآلهة. عدم الايمان، عدم اصابة الهدف، مجد الذات بدلا من مجد الله، كل ما هو الدافع بتاعه نفسي، ذاتي انا بس، وكأن الله مش موجود. كل شيء بنفعله في الحياة الله ليس فيه المركز يعتبر خطية. طب ايه بقى تأثير الخطية على الإنسان؟ هل الخطية أثرت على الإنسان؟ هل الخطية شوهت الإنسان؟ أول حاجة، الذنب، أصبحنا مذنبين أمام الله. ليه؟ لأنه الذي يتعدى يصير مذنب قدام الله. زي ما بالضبط تبقى كاسر قانون بتاع بلد معين وتقف قدام القاضي، أنت عارف أن أنت مذنب قدام القاضي، أنت كسرت وصايا الله بكل الطرق، كويس؟ فأصرت أنا وأنت مذنبين أمام الله. عشان كده الإبليس عمل إيه؟ إبليس قال لنا أوكي أنت مذنب قدام الله، أنا أقول لك حاجة، أنت أعمل شوية حاجات كده بحيث ان انت تبقى راضي عن نفسك، يعني حاول ترضي ربنا، حاول تصوم شوية، حاول تدفع شوية فلوس يعني ترشي ربنا شوية، حاول ان انت تروح شوية الكنيسة، تعمل شوية حاجات طقوس وحاجات، او انك تصوم، او ان انت تزكي، اعمل كل دون، وبعدين هتلاقي انت وقفت قدام ربنا عندك بقى ايه، عندك ان انت ترفع راسك قدام ربنا تقول له بص انا عملت، اي نعم انا اذنبت بس انا ايضا عملت، دفعت ثمن، يعني كسرت عينك بالاشياء اللي انا بعملها. ياما كثيرين، دي كلها افكار شيطانية بشرية جسدية وليست اعلانات الهية، لان اجرة الخطية موت. فلا أعمال ولا أشياء هترفع عني أجرة الخطية التي هي الموت. حاجة تانية، العقاب، موتا تموت زي ما قلت، الإنسان صار ميت، والكتاب بيقول لنا أنه أول ما آدم أخطأ رب طردهم برا الجنة، وصار آدم روحيا في علاقته مع الله، انفصلت العلاقة مع الله فصار روحيا ميت. حكم على أيضا آدم بالموت الجسدي، تراب وإلى التراب تعود. حكم عليه أيضا بالهلاك الأبدي، وكلنا محكوم علينا بالثلاثة دول، كويس؟ العقاب، الفساد، الخطية عاملة زي الكانسر اللي افسدت او نبشت فكر والارادة والمشاعر بتاعت الانسان. عارفين ان شفتوا في مرة حد كده مثلا باسد، شفتوا مثلا كده اسد بيهجم على انسان، كويس، بيشوهه قبل ما بياكله، بيشوهه، بتلاقي مخالبه في كل حتة، الخطية بدخلت مخالبها شوهت كل جزء فينا، من حيث تفكيرنا أصبح مشوش، عواطفنا أصبحت مشوهة، إرادتنا أصبحت ضعيفة. ده اللي عملته الخطية. عشان كده أنا وإنت وكل البشر احتاجنا إلى مخلص، احتاجنا إلى مخلص. مشكلة الإنسان تحتاج إلى مخلص.
تحتاج إلى مخلص. أهي دي مشكلتي وأنا محتاج إلى من ينقذني، زي إنسان غريق في وسط البحر مش ممكن أبدا، لا بيعرف يعوم ولا عنده قوة ولا طاقة ولا إمكانية إنه ينقذ. لابد أن يأتي الإنقاذ من الخارج، لابد أن يأتي الفادي والمخلص خارج الجنس البشري لكي ما ينقذ الجنس البشري ويخلص الإنسان الذي حكم عليه بالموت والهلاك. أنا وإنت محتاجين مخلص، وده اللي كلمنا عنه الكتاب المقدس من أول ما أخطأ آدم. بدأ الله يعلن إعلانات كثيرة جدا في العهد القديم عن مجيء المسيح، إنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، إنه هو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا. كلمنا كتاب عن ميلاده في بيت لحم، كلمنا أيضا عن ميلاده من عذراء، كلمنا أيضا عن إنه من نسل داود. يبدأ الكتاب يعلن عن المسيح المخلص، الرب المخلص. واجي إلى سؤال مهم، من هو يسوع ولماذا جاء؟ مين يسوع وليه جه؟ كويس، من هو يسوع المسيح؟ لنبدأ الحكاية والقصة من بدايتها ونتتبع حياة يسوع كما هي مسجلة في الأناجيل لنتعرف على هذا الشخص الفريد. فيسوع المسيح بكل المقاييس شخص فريد وشخص مميز، لا يمكن أن يقارن بأحد ولا يمكن أن يقترب من سموه وعظمته ومحبته وقدرته وحكمته ونقائه وصدقه أحد من البشر مهما كان. فهو الشخص الوحيد الذي دخل إلى العالم من باب مكتوب عليه ممنوع الدخول، فقد دخل إلى العالم من خلال عذراء لم تعرف رجلا. عذراء قال لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فماذا نتوقع إذا دخل الله إلى عالمنا؟ بكل تأكيد يدخل بطريقة معجزية لم ولن تكن لأحد غيره. هذا اللي بيقول عنه الكتاب سر التجسد، الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا. لكن يسوع لم يولد في قصور ولا في بيت غني ولا حتى في بيت كاهن، بل ولد في بيت لحم اليهودية، قرية صغيرة فقيرة تتبع اليهودية. وعندما ولد يسوع لم يكن هناك مكان حتى يوضع فيه سوى مزود حقير وصغير. وقت ميلاده لم يأتي لزيارته ورؤيته إلا الرعاة الفقراء والبسطاء، الرعاة الذين سمعوا صوت الملائكة ويتقول لهم: ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. هذا الشخص العجيب كان مختلف عن كل من حوله، كان يشبههم من حيث الشكل والتكوين الجسدي، كان إنسانا كاملا مثلهم لكن بلا خطية. هذا الاختلاف أعلنه وأكده الرب مرات ومرات من خلال الملائكة ومن خلال سمعان الشيخ ومن خلال المجوس الذين أتوا من المشرق وسجدوا له. كل هؤلاء أكدوا أنه شخص مخلص، أنه هو المخلص المسيح المنتظر الذي تكلمت عنه النبوات، هو افتقاد الله لشعبه. يسوع عاش في الظل حتى بدأ خدمته العلنية وهو عنده 30 سنة. يوحنا المعمدان الذي أتى ليمهد الطريق أمام الرب يسوع قال عنه: لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. بدأ يسوع خدمته بإعلان من خلال معمودية يوحنا، ثم أخذه الروح القدس زي ما قلنا الكتاب في متى 4 إلى البرية ليجرب 40 يوما و40 ليلة، وفي تجربه يعلن أنه هو المسيح القدوس المنتصر على التجربة، فهو آدم الأخير الذي يرد المسلوب ويحرر الإنسان من قبضة إبليس. ما أجمل يسوع، كان يقول كل القرى والمدن يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب،
التف حواليه الجموع الذين أتوا من كل مكان وأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. قال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، قم واحمل سريرك وامشي. أيضا يسوع شفى غلام قائد المئة بكلمة من فمه، كلمة قالها عن بعد. يسوع أيضا في اللحظة التي نطق بها شفى، خرجت الكلمة من فمه لكيما تشفي. يسوع المسيح، يسوع المخلص. وعندما هاج البحر والريح وكان هو مع التلاميذ في السفينة، قام وانتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم، حتى أن الناس تعجبت قائلة: أي إنسان هذا؟ فأن الريح والبحر جميعا تطيعه. انتهر الأرواح الشريرة بكلمة خرجت من فمه، أقام الموتى بكلمة خرجت من فمه. أقام الموتى ليس مرة ولا مرتين بل ثلاث مرات. أقام ابنة ييروس بعد ساعات من موتها، وأقام ابن الأرملة وهم يحملونه ليدفنوه، وأقام العاذر بعد أربعة أيام من موته بعدما كان قد أنتن. يسوع أشبع الجموع، نعم جموع كثيرة جدا، مرة 5,000 دون الأطفال يعني أكثر من 12,000، ومرة 4,000 دون النساء والأطفال يعني أكثر من 10,000. وبين معجزاته هنا وهناك علم الجموع والتلاميذ. كانت تعليمه مختلفة عن كل المعلمين الذين سبقوه والذين أتوا بعده. قال ما لم يقله أحد من البشر، قال: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. قال: سمعتم أنه قيل، وأما أنا فأقول. لم يتحدث يسوع كمعلم أو حتى كنبي يشرح ويفسر التوراة ويستشهد بكتابات معلم اليهود، لم يقتبس اقتباسا واحدا في كل أقواله من معلم اليهود، كما أيضا حث سامعي قائلا: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها. وقال أيضا مرة: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فمن من البشر يجرؤ أن يدعي مثل هذا الإدعاء؟ لا كاهن ولا نبي يقدر أن يقول كلامي لا يزول. أمثال المسيح أبهرت الجموع وما زالت تؤثر في تاريخ البشرية بصورة عجيبة إلى يومنا هذا. من منا لا يعرف مثل الزارع، مثل السامري الصالح، مثل الابن الضال، وغيرها الكثير من الأمثال التي كانت سببا في تغيير البشرية. أضف إلى ذلك ما أعلنه يسوع عن نفسه. يسوع أعلن عن نفسه أشياء كثيرة جدا. قال إنه هو خبز الحياة، من يقبل إليه فلا يجوع. قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. قال: أنا هو الرعى الصالح، والرعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي للآب إلا بي. قال عن نفسه أنه أذلي الوجود قبل أن يكون إبراهيم، أنا كائن. قال أنه والآب واحد، ومن رآني فقد رأى الآب. قال أن الملائكة ملائكته والملكوت ملكوته، وهو وحده الديان الذي سيدين الجميع الأحياء والأموات. قال إن صوته يحيي الأموات، ستأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فالأموات يقومون. قال أن الآب يعمل وهو يعمل. قال أنه معادل ومساور الآب، قال وعمل، فكانت أعماله برهانا لصدق كلامه. قال إنه هو الفادي، فقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك. قال إنه هو نور العالم، فأعطى للمولود أعمى البصر وأفتح عينيه.
قال أنه هو القيامة والحياة، فأقام الأموات حتى الذي أنتن منهم. ويجي السؤال، من هو هذا؟ هل ينبغي، هنا ينبغي أن نقف ولو للحظة لنسأل هذا السؤال الجوهري والمصيري، من هو هذا؟ من هو هذا؟ كيف يمكننا أن نفهم إعلانات يسوع عن نفسه في ضوء الإيمان بوحدانية الله؟ هل هو يدعي الألوهية كذبا وبهذا يكون يسوع مجدفا كذابا وصانع لأعظم كذبة في التاريخ؟ بس استنى شوية، لا يمكن أن يكون يسوع كذاب، هذه بشهادة الناس الأحباء والأعداء وبشهادة الحق نفسه، هو شخص غير طبيعي، هو شخص فوق الطبيعي. لكن يأتي السؤال، هل هو مجنون؟ فكيف للمجنون أن يصنع ويقول ما قاله وعمله يسوع؟ وما زال بعد 2000 سنة يحتل يسوع المرتبة الأولى في تغيير العالم كله، هل هو صادق؟ نقدر كلنا نقول نعم هو صادق. هل هو قدوس؟ نعم وبلا خطية، فهو قال من منكم يبكتني على خطية، فهو الوحيد الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. إذن كيف يمكننا أن نجيب على السؤال من هو يسوع؟ هل يعقل أن يكون يسوع في كل ما قال حق؟ يعني كل اللي قاله ممكن يكون صدق؟ وبهذا ندرك أن يسوع لم يكن إنسانا عاديا كباقي البشر، بل كان أعظم من كل البشر. نعم، أنه هو كلمة الله المتجسد، الله الظاهر في الجسد، الذي استطاع أن يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هذا هو يسوع. من هو يسوع؟ لم يكن الإيمان بلاهوت المسيح خدعة ولا اختراع اخترعته الكنيسة، بل هو سؤال أساسي وقف قدامه كل من تقابل مع يسوع، وكل من سمع تعاليمه، وكل من سمع أقواله، وكل من تلامس معه. من هو هذا؟ عشان كده يسوع هو الله الظاهر في الجسد. طيب، السؤال الثاني المهم، لماذا جاء يسوع؟ لماذا جاء؟ ما الذي جاء ليفعله ويحققه؟ جاء عشان إيه؟ إن كان هو الكلمة الأزلي المتجسد، فلماذا جاء يسوع؟ وده للإخوة المسلمين للأسف عدد كبير منهم مش قادر يفهم الجزء ده. لماذا جاء يسوع؟ لماذا جاء يسوع؟ يسوع لم يأتي عشان يكون مصلح اجتماعي، فما أكثر المصلحين الاجتماعيين الذين شعروا بدور تجاه المجتمع معين، دور معين أن يصلح به مجتمع. لم يكن مجيء يسوع هدفه الأساسي أن يصير يسوع مصلح اجتماعي، ودي على فكرة بعض الاقتناعات اللي مقتنع بيها بعض اللاهوتيين المتحررين، أنه إرسالية يسوع ما هي إلا إرسالية مصلح اجتماعي زي أي مصلح اجتماعي. أتى لمجتمع كي ما يصلح المجتمع. بس صدقوني لما بنقرأ الأناجيل بنعرف أنه ليست إرسالية يسوع هي إصلاح المجتمع،
لأن المجتمع متكون من أفراد، والأفراد عندهم مرض، فمهما أصلحت في المجتمع دون أن تصلح قلب هؤلاء الأفراد فكل إصلاح بتصنعه ملوش أي قيمة. لم يأتي يسوع علشان يكون معلم عظيم يبهر الناس بتعليمه، مع أنه علم كثيرا جدا وأبهر الناس بتعليمه، لكن لم يكن هذا هو الهدف. ففي ناس كتير قالت أقوال كمان كويسة لكن لا تسمو إلى تعليم المسيح، لكن على الأقل ياما ناس جات وقالت يا جماعة بلاش العمل ده ونعمل ده ونحب بعضنا. حتى بوذا مثلا نادى بمحبة الآخرين وبالتنازل عن شهواتك الشخصية ورغباتك وإلى آخره، لكن لم يكن هدف يسوع أن يكون معلم صالح، وإلا يعني كان يبقى كل الهدف المسيحية هو مجرد التعليم. ولم يأتي يسوع لكي ينادي بالعدالة الاجتماعية، مع أنه وقف ضد الظلم وحذر الناس من الطمع، إياكم والطمع اللي هو أساس الظلم الاجتماعي، لكن لم يأتي لكي يصنع عدالة اجتماعية، لأنه يعلم حتى لو تمت العدالة الاجتماعية الإنسان أيضا هيفسدها، لأن المشكلة ليست في القوانين وليست في النواميس، المشكلة عند الإنسان، ولابد أن المشكلة عند الإنسان دي تتحل. فيسوع لم يأتي لأجل هذه الأغراض، مع أنه هذه الأغراض جميلة، بس ليست هي الهدف الأساسي لمجيء المسيح. طيب لماذا جاء يسوع؟ نرجع إلى نفس السؤال. طب الكتاب المقدس بيقول لنا إيه؟ بيعلمنا إيه الكتاب المقدس؟ يسوع قال إيه؟ الكتاب المقدس أعلن إيه؟ في نص جميل جدا موجود في رسالة العبرانيين وفي أصحاح 10 وابتداء من عدد 4 إلى عدد 10، بيقول إيه؟ لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. دي حقيقة مهمة جدا، مش ممكن أبدا دم الذبائح اللي بيذبحها الإنسان ترفع خطايا. لذلك خلوا بالكم من النص لأنه مهم جدا، لذلك عند دخوله، دخول مين؟ دخول الكلمة المتجسد إلى العالم، دخول الابن الأذري إلى العالم، دخول يسوع المسيح إلى العالم. لذلك عند دخول إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، أمال إيه؟ ولكن هيأت لي جسدا. هذا هو الذبيح أو الذبيحة الكاملة، هيأت لي جسدا. ثم قلت أنا دآجئ في درج الكتاب مكتوب لأن أفعل مشيئتك يا الله. فبهذه المشيئة، ننهي مشيئة، مشيئة تقديم جسد يسوع كذبيحة نيابة عنا، لأن أجرة الخطية موت، فيسوع أتى من أجل الخطاة. عشان كده يقول فبهذه المشيئة نحن مقدسون بإيه؟ بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. بهذه المشيئة نحن مقدسون، بهذا الفداء، إن يسوع قدم نفسه ذبيحة نحن مقدسون. يبقى أتى المسيح إلى العالم لكي ما يقدم نفسه ذبيحة كفارة عن خطية العالم. هل ده بيقوله الكتاب؟ طبعا بيقوله الكتاب. شوفوا من أول ما أعلنت الملائكة عن مجيء المسيح قالت إيه؟ فستولد ابنا وتدعو اسمه يسوع. يبقى هو ليه سمي يسوع؟
لأن يسوع معناه يهوى يخلص، كويس؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يبقى المشكلة الأساسية التي جاء يسوع لكي يتعامل معها هي خطية الإنسان. يبقى هنا لما واحد يقول لي اثبت لي من الأناجيل أن المسيح جاء ليفدي الإنسان من خطاياه، يبقى هو أساسا مش عارف إيه اللي مكتوب في الأناجيل. آدي مكتوب في الأناجيل يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. شاهد آخر، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ده موجود في إنجيل لوقا وأصحاح 2، كويس؟ لما جوكة الملائكة رتلت للرعاة وقالت لهم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وأنه روحوا إلى بيت لحمة تجوا طفلا مقمطا مضجعا إلى آخره، وبعدين قالت إيه؟ أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود. مين؟ اسمه إيه؟ مخلص. يبقى صفته أو عمله الأساسي هو الخلاص. مش كده لما نقول الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد الذي تعامل مع خطية الإنسان الأساسية، وهي الخطية والموت الأبدي والروحي من خلال المخلص. لابد أن يأتي مخلص لينقذ الإنسان ويخلصه. مخلص هو المسيح الرب. هتقول لي بس دول شاهدين بس. طيب ناخد بعض الشواهد الأخرى. في يوحنا 3 وعدد 17 يقول لنا ايه؟ بعد ما يقول لنا في عدد 16 هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يقول لنا هنا بعدها على طول لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم. إذا يبقى مجيء المسيح وتجسده ليس الغرض منه دينونة العالم؟ أيوة، هو هيأتي في مجيئه الثاني ليدين العالم، لكن في مجيئه الأولاني بتجسده لم يكن غرضه ليدين العالم. بل خلوا بالكم كلمة بل هنا النقيض، ده النقيض، بل ليخلص به العالم. يبقى المسيح لم يأتي في مجيئه الأول ليدين، بل جاء ليخلص. يبقى هنا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. مخلص هو المسيح الرب، بل ليخلص به العالم. شاهد آخر، ده كلام الرب يسوع أيضا اللي قاله هو لما قال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. إرسالية المسيح كانت أن يطلب ويخلص ما قد هلك. مين اللي هلك؟ الإنسان، لأنه الإنسان هالك. طب ليه هالك؟ لأن أجرة الخطية موت. طب هل الله هيتدخل؟ هل الله عنده حل؟ هل الله ممكن يدبر طريقة بيها الإنسان يخلص؟ نعم، في مجيء المسيح. هتقول لي كلام بتاعك ده كلام صعب، ويعني الواحد مش قادر يعني يدخله جوه دماغه. طب ما ربنا بيقدر على كل حاجة، ايه المشكلة ان ربنا يقول يعني بما ان انا اخطأت في حقه خلاص يا عبدي انا غفرت لك، والرب الهنا غفار رحيم، مش كده كلنا بنفكر يعني؟ مش ده كمان اسهل بالنسبة لتفكيرنا؟ انت اخطأت في حق ربنا، رحت تقول له معلش حقك عليا وسامحني، هيقول لك روح يا عبدي انا سامحتك انا غفار رحيم.
بس هسألك سؤال، أمام الله وأمام ضميرك تقدر تقف قدام قاضي أرضي وتقول له حقك عليا أنا غلطت؟ هيقول لك إيه؟ هيقول لك أنا معرفش حاجة اسمها حقك عليا، أنا أعرف إنه في قانون وأنا أحكم بالقانون. كلمة حقك عليا وربنا يطول عمرك ويطول العمر ما ينفعش قدام القاضي. فإذا كنت ما تقدرش تعمل دون قدام قاضي أرضي، يعني تكون سلبت حق غيرك وأذنبت في حقه كويس، وإنت قدام القانون سارق ولص وظالم وفاسد، وتيجي قدام القاضي اللي بيحاكم تقول له معلش حقك عليا، ما انت يعني ما انت رحيم، مش هيجرى حاجة، عدها للمرة دي، ما تقدرش تعمل ده قدام القاضي الأرضي، هيحكم عليك مضاعف. فإذا كان القاضي الأرضي بيقدس القانون ويكرم القانون، فهل القاضي السماوي أقل قداسة وأقل عدل من القاضي الأرضي؟ لا طبعا، هو قال أجرة الخطية موت، ملهاش حل، يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، وكل من يفعل خطية هو عبد الخطية. وعش كده المسيح جه، وعش كده المسيح أتى ليخلص شعبه من خطاياهم، عشان كده أتى لينوب عني وعنك. يعني إيه ينوب عني وعنك؟ طب إيه ذنب المسيح؟ ما عندوش ذنب. طب إزاي واحد ما عندوش ذنب ويحمل ذنبي؟ لأنه أحبنا، لأنه لا يريد هلكنا، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لأن ربنا بيحبك، صدقني بيحبك، حتى وإنت في خطيتك بيحبك. ومازال ربنا بيقول أنا عندي العلاج للخطية اللي في حياتك، وعندي إن أنا أضمن لك أبديتك، وعندي إن أنا أمحو خطاياك، وعندي أنا الخلاص والفداء. من آمن بي، آمن بالرب يسوع مين هو، وآمن بأنه جه علشان فدائك وخلاصك، وقبل عمل المسيح اللي صنعه من أجلك على عود الصليب، فتجد خلاص وحياة أبدية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم.